الناس خادم الأمة. نشكر جميع الحضور، نشكر سعادة الشورى دول المحترمة التي حضرت هذا الحفل المبارك، ونتمنى لهم كل خير وزيادة وتوفيق. ونشكر أخونا الشيخ إبراهيم ياس والشيخ باي أم ياس الذي قام بهذه الضيافة في كل سنة، وزاده الله. ونشكر الرئيس السنغالي محمد بشير جومار جا خايفي على اهتمامي بهذا الدين، كذلك أيضا رئيس الوزراء السيد عثمان سونكو. ونشكر جميع الحضور، وكل عام وانتم بخير والقدس في قلوبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أبو مسنت يا لجولي تشون صلى الله عليه وسلم قرم مولانا الشيخ إبراهيم ياس من يخمن اللي لب مملة كان منو قفاي سخلو وصحكو قفاي يا لدوي نقو وعينك فوق يتدوكو لب بار كاملة وعين خليفة بالشيخ محمد الماحي تخوايم أقلي قلم ينكو نيانا ليالا قدو فرن قرم مولم أي ركم يقرم الشيخ إبراهيم ياس المك من فتاو وعين الشيخ باي أمومين أخمنا بقول سخو قتدو ماكو خيش بم نيوفي أتبجد موي دخل ترانغي ينكو يجابل اتش أورغنزياسيو يم نين لينتي قرم ينكو نيانا ليالا يوكو قفن أغوير gelam la indi ak ay tarango yo xamne du jax te non la ko dana defé tamit ministre de l'intérieur mi ñew ci kanam yalla na yalla fay yok la dañ lay titoro su bal wesso nak ma ngi wone qudsi bi amna tawfiq lepp barke bay la ñi gëreum ambassadeur yi di gëreum journaliste yi seen taxaway di gëreum président de la république mohamed bachir diomar jaxar fay ci taxawayam ci diine ci palestine waye tamit premier ministre ousmane sonko nim déclarer ak nim waxé ci palestine di gëreum talibé ak muqaddami ak julli ñepp di wax kul am wonte ko xeyrin hanian li ibrahim la hilalu hilalu badal naqna jamalum natamanna lakum safaran sa'idan yahfazukum allah fi halikum wa tarhalukum wa kul am wonte bi khair wal quds fi qulubina wal umma al arabiyya al islamiyya fi qulubina wa ahbab rasulillah fi qulubina assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.